قبل نبدا بروفه ارحب باسمكم باختنا هدى اللي بتشتغل معنا في المسرحيه. اهلا وسهلا. اهلا مرحبا. وارجو انكم تعذروني على التاخير، كنت مسافره وحصلت لي ظروف، شرحت للسيد المخرج منعتني من العوده في الوقت المحدد. معذوره يا اخت، بس اهم شيء عندنا الحين نشد حيلنا ونكثف اوقات البروفات، وانا اتمنى انكم تعاونوا معي. طبعا يا استاذ محمد، احنا كلنا متفرغين حق العمل وما عندنا مانع نسوي 24 ساعه بروفه اذا حبيت. صعبة يا فيصل، نص الممثلين المشتركين معانا في العمل وأنا منهم موظفين، يعني الفترة اللي نقدر نعطي فيها عدل هي الفترة المسائية من 6 مثلا لـ10، أكثر من كذي صعب. شوف عاد شوف، يوم إنك مو متفرغ ولا مخلص حق العمل ما في داعي تشترك وتعطل غيرك. وش معطل غيري فيه؟ في كل شيء، ماخذ دور البطولة، إذا قصرت في الدور كلنا نتأثر، صح ولا مو بصح؟ تحكى؟ ايش منا خايف؟ لحظة يا اخ فيصل، انت ايش قصدك من التحرير هذه؟ ايش تبي توصل له؟ انا شايل هم المسرحية. ما هو بروحك، كلنا شايلين هم المسرحية، بس الواحد لما يشيل عن طيب خاطر ما في داعي تشكل. فكر في كل كلمة قالها علي يا فيصل. يا ما ادري ايش قال، حافظ له كلمتين من الكتب اللي طايحه حافظ وقالهم الظاهر انك ما سمعت ايش قال. يا فيصل انا اللي سمعته انك ممثل موهوب، والغرور عدو الموهبه. لا يبا، انا ما ابي مغرور، الغرور مقبره الفنان. هالشكل مكتوب في مسرحيات. يا ليتك يا فيصل تقتنع بالكلام اللي تقراه. فعلا يا اخ فيصل. انتوا ايش بناكم علي انتم؟ علوي اللي يقط كل كلمه مثل الطابوقه ما حد يقول له شيء، وانا الكل يتنهزرني من كل صوب، ليش؟ تسمي النصيحه نهزره؟ زي خلاص يبا حكم علي خلاص. ابي منك وعد يا فيصل، ترى احنا اسره واحده، واي خلاف اذا ما تعاوننا في حله بياثر علينا وعلى العمل. ارجوك يا فيصل لا تضايق ربعك، وخلنا نتفرق حق المسرحيه. هاي يما، انت قولها قبو مال انت؟ يما، احنا اتفقنا ان ما نتكلم في هالموضوع. وانا قلت لك كلوس، انا ابي بيت بروحي انا وانتو بس. يا يما اذا طلعنا في بيت بروحنا نبي سياره ودريول. ايه وكدامه من هيدا رباد. يا يما من وين بنجيب؟ انا معاك ان ابوي حالته ميسوره، بس انت شايفه بعينك عليه مصاريف والتزامات، احنا عايشين هني وكل شيء متوفر، بعد تمر ايام ندور العشر. وي يما انا اشتكل؟ يا يما الله يهداك، تسمين هذه شغل؟ عبالك فاتحه مصنع بطاطين انت، 50 ولا 100 ريال ما تفتح بيت. ايه بس يما اهلا تساعد، وساعات احصل 300، ساعات احصل 400. ساعات يا يما ما هب دايما. الله يكرم لهم هالنسوان، كله يقول بعدين بعدين، حتى الملافه والبطاطين يبونها سلف. ها قلتيها بنفسك، وباكر لو انفصلنا عن هلي يا يما. وي سل على النبي، هلي. يما هلي يا يما، ابوي واخوي وخواتي حتى مرت ابوي يما هلي، هم يحبوني وانا احبهم. ولا ما فيهم كير بدرية، ولا كلهم بصل. بصل عاد؟ سمعيني يا يما، خلي هذه وسمعيني. قبل كانت في مشاكل بينك وبين مرت ابوي على ابوي، والحين انت شايفه بعينك. ابوي مشغول عنكم، وكان المفروض تصيرون خوات وربع ما دام انكم عايشين في بيت واحد. هي جنبي، انت ما يسمع شنو يقول عني اليوم؟ يا يما لا تردين عليها، قبل ما كنت تردين عليها وما كانت تصير مشاكل. يما قبل كير والهين كير، الهين ابوك بيجيب فردوسه هي ولده، يما بيصير مشاكل واجد مشكل يما، انا يما تشدي. يما سمعيني عاد، فكرة البيت شيليها من راسك، لا ابوي موافق ولا انا اقدر اتحمل مسؤولية بيت الحين. إذا تحبيني صحيح يما، ساعديني خليني اخلص دراستي، ذيك الساعة انا اللي بحط لك بيت، مو بيت فيلا وعلى كيفك. انتي امي وغالي علي، وكل طلباتك اوامر، واذا تحبيني يما ساعديني خليني اخلص. برا ما بكلمة زايدة برا. يا
يا حصه هدي اعصابك وخلينا نتفاهم. انا من زينك؟ من زينك انت خطبت؟ من جمالك؟ تدري معجبه فيه؟ تدري انه يناسبني انا اكثر؟ لفيت ودرتي عليه لغايه ما اقنعتي عمي انه يخطب عليك. يا حصه عيب، انا اختك الكبيره، شلون تصوريني بهالبشاعه؟ برا حصه، برا برا. بدرية بس افهم ليش. بعدين احمد ما اقدر اقول لك عشان خاطري. انت عارفه ان انا مستعد اسوي اي شيء، انت عارفه ان انا ما رد لك اي طلب وخاطرك عندي غالي، بس بدرية ممكن اعرف شنو الاسباب. ارجوك احمد اعفيني من ذكرها. يعني شعورك تغير من ناحيتي؟ لا لا احمد، حرام عليك تقول كذي. هي ليش تبين نأجل الحلم اللي عشنا سنين ننطره؟ غصبا عني ما ادري ايش اقول لك، شلون اشرح لك؟ خلاص خلاص يا بدري، ما راح احرجك زياده. احمد انا اللي منحرجه منكم وضايقه وماني عارفه ايش اقول لك. اللي سويته هذا صح ولا غلط؟ ماني عارفه ماني عارفه. بدرية إذا تحبيني صح، إذا لي معزة عندك وثقة، قولي لي شنو السبب الحقيقي. يما هدي اللي بإيدك وسمعيني، وأنا أسمعك بإيدي يا يما. ها تحكي، قلت كل اللي عندي سمعتيه؟ سمعتك يا بدرية سمعتك، لكن ايش تبيني أسوي فيها؟ أهاوشها ولا أطقها؟ أختك هذه خبلة. يما حصة بعدها توها صغيرة، تبي أحد يحاجيها، تلميها أنت يدتي نورة، فهموها قولوا لها أن أحمد مو في سنها وهي بعدها توها ياهل. يا يما اللي سمعت تقولين كذي، قول خلاص حصة بتسمع كلامنا ولا بتطيعنا؟ يا يما من يوم صغرها طبعها كذي، دايما ما يحلف عينها إلا اللي عند غيرها، وإذا ما حصلته تنسى. هالكلام لما كانت طفلة، بس خلاص الحين هي كبرت، والشيء اللي كنا نمنعه عنها وهي صغيره بالقوه ما نقدر نمنعه عنها الحين وهي كبيره. يا ربي يا بدريه ايش تبيني اسوي؟ يا يما الحكي هذا انا ما اعرفه، المهم انت لا تفكرين فيها وهي ترد. يما انت ليش انت راضي تفهميني؟ ليش ما حد في البيت راضي يفهمني؟ انا بختنك حاسه اني بموت من الضايقه يا يما. اختي تغيرت علي مره واحده ما ادري ايش فيها، تطالعني بنظرات انا عمري ما تعودت عليها. يما احد فيكم يكلمها؟ واللي سلمت يما كلموها، ناقشوها، حاولوا معاها، حاولوا معاها كلكم حاولوا. يا راجل يا راجل قول كلام غير ده، ده انت امرك غريب قوي. مش قلنا شو اسوي لك؟ مره تقول مستعجل نبغي نملك، ومره تقولي لا ناجل. اخي شو اسوي؟ احمد يبي ياجل، يقول عنده امور يبي يخلصها قبل. خلاص نكتب الكتاب ويخلص أموره، يعني أنا حزنقه ولا إيش؟ دعوة إيش دعوة عاد؟ أنا عم عنده مهر يدفع يدفع، ما عنده مو مهم، إحنا ما بيننا هالسوالف. الله وين راح أشيك عن الشقة والعفش واللازم منه وهذا الحكي؟ كنت أتغشمر معاك يا راجل. الله العظيم، على كل حال هذا أنت موجود، وليل عيال إن شاء الله قرروا بنملك عليهم. كيفكم؟ أقول أم وليد إن شاء الله متى توصل؟ بعد ما تأجر العمارة. أنت عندك عمارة هنا؟ لا هي مش عمارة يعني بالضبط، هي فيلا، فيلا من دورين مسوي فيها أربع شقق، هم بيسموها عمارة. يا ريال يا ريال زين، هذا يتنفعك وتدخل لك بيستين، على قول القايل استثمار حق العيال إن شاء الله في المستقبل. هو الحقيقة العمارة مبلي، أنا كتبتها باسمي فردوس، بس تخلي الحكاية دي سر بيني وبينك. ما اتفقنا على السفر يا خالد. نورة شو تقولين؟ في تاجر ما يسافر؟
التاجر الصغير يحاول يوفر قد ما يقدر، مو يخسر من أولها. أي خسارة، أي خسارة، كلها تذكرة وأسبوع في هونغ كونغ وأنا رد. والتذكرة بكم؟ وبعدين مصاريف الفندق والأكل والتنقل ما راح يأثر على رأس المال اللي وفرناه بالعافية؟ بنسترد أضعاف هالمصاريف البسيطة، بس أنا محتاج ثقتك الكاملة يا نورة خلال هالفترة. كفاية ما أخذ إجازة بدون راتب، وكفاية التنقل من طيارة لطيارة، كل هذه ليش؟ كله علشان أحسن مستوانا وأوفر حق بنتنا وعيالنا اللي بيون في المستقبل. أنا ما قلت شيء، بس كذي أنا بتعطل، من بيوديني الشغل ومن بيقضي حاجاتي؟ تقعدين في بيت أبوك ليه رد؟ كلها أسبوع وأنا راد. نسيت يا ما أقول لك وصلني قعدت تنابح علي مثل الكلب. مو هب مثل الكلب، جدتي أنا خايف عليك، روحاتك كثرت وعيال حرام في كل مكان. ايه بس لا تروح بعيد. الله يسامحك، وهاتي راسك احبه. حقك علي، والله اني احبك واحب كل من يحبك. يا العيار يا الجمبازي، منك. انت تعرفيني عدل، انا ما اعرف جامل. ايه انت ما حد يعرف له، انت تتقلب على بطنك وظهرك مثل الحية. ومع ذلك يا جدتي الله يسامحك. زين بقول لك. بس اذا ما رضى. ما رضى؟ دعي عليه قولي له يحرم عليك حليبي ليوم الدين، وبيخاف من دعاوي شوف يعطي المفتاح. ادعي على ولدي على سبتك انت يا نيت. ليش ما تحبيني مثل ما تحبينه؟ انا بعد ولدك، ما هو بيقولون أعز من الولد ولد الولد؟ وانا ايش علي منهم؟ يقولون اللي يقولونه. أدري على ولدي على سبتك انت ولا غيرك؟ لا يا يبا، الظن غالي وعزيز، لكن ايه الحكي معك ضايع. ايش عرفك انت بهالسوالف؟ ايش عرفك؟ اللي عارفه اني انا تغربلت من تكسي الى تكسي، ريال طول عرض طحت من عين نفسي، ريال طول عرض كله في تكاسي. اشتغل جدتي واللي يرحم والديك فكيني من هالسالفة، أنا جايك عشان توسطيني. ياهل أنا ياهل، ريالش كبري ما عندي سيارة، ياهل في ثانوية عندهم سيارة وأنا ما عندي، شنو يعني عقاب؟ شو مسوي عشان يعاقبني؟ فهميني. كسر خاطري يا يعقوب، أنت وعلي لا تشوف وجهه شلون صار حمر كنا طماطة وخنقت العبرة. هذا بدل ما يعتدل ويستوي ريال يبي سيارة؟ انت ما تقول لي شو مسوي عشان ذي كله؟ الله، ده انت امرك عجيب خالص والله. اول ما جيت قعدت تشتكي لي منه، ودلوقتي تقولي ما عملش حاجة. يا يبا الله يهداك استجار بالولد. كل عقلك حلاوة بقى. كل عقلك حلاوة بقى، ايش حلاوته يا يبا؟ انت عبالك محرمته من السيارة ادبته ولا يعني غيرت الدنيا؟ هذا هو الولد مسكين، بدل ما يحس انه غلطان حس انه مظلوم. ده ما عندوش احساس خالص. لو ما عنده احساس كان ما ياني وعرف قدري وياي ترشاني عشان اتوسط عندك. فرحانة قوي انه قالك. مبسوطة يعني؟ انشعم يلا انشعم. انا ايه؟ طيب طيب يا ماما، الله يسامحك. الله يسامح الجميع، بس هو ما غلط عليك كثر ما غلط انت علينا. المهم ليش ما تجلس مع الولد وتشوف ايش فيه؟ حاولت يا ماما معاه، بس هو اقصد يعني ما وصلناش لحل. ايه معلي، اجلس معاه مرة ومرتين وثلاث وعشر لين تفهم شنو اللي يدور في راسك. ايه يا يبا، وتقدر توصل اللي يدور في راسك له. ما يصير يا يبا، ما يصير الله يهداك تحاسبه على الغلط وهو يحس انه صح. ما يصير يا يعقوب، الاصبر اللي تأثر ذيك الساعة بيحس بالغلط، اما الحين ما ظنتي. يا بدرية هذه مو بحل. طيب انت خليني اكلمها، خليني اشرح لها. تصدقينها كنت محرج من أبوي، حتى بقيت أقوله يأجل الملكة.
يا بدري الله يهداك، هذه حصة صغيرة صدقيني مو بفاهمة شيء. بدرية انت الاول كنت تقولين نأجل الزواج علشان ظروف البيت، اعتقد الحين ما لك عذر. شلون يا حبيبتي يا بعد عمري، انت ليش مكبر الموضوع يا بعد عمري؟ بصراحة انا مو فاهمك بدرية، حرام عليك والله العظيم حرام عليك، انت تعبة نفسك وتعبتني. شنو هذا ورق؟ شنو يعني فلوس؟ من وين؟ من عند اختك. ما ابي منها شيء. انت ليش كل كذي معتبسه بالله عليك؟ وبعدين ليش تكرهين بدريه؟ بدريه هذه طيبه. مغتشين فيها. والله انت اللي مغتشه في نفسك، حرام عليك. اختك الفقيره كل شهر تاخذ 2000 من معاشها وتعطيك اياهم بدل ما تشكرينها، لسانك هالطول عليها. ما حد له فضل علي، وما ابيها تمنن علي انا، أنا مو محتاجة. هي من زود اللي أبوك يعطيك إياهم ولا المعاش اللي عندك والعقارات؟ يما علق نازة. إيش أسوي فيك؟ حكيك اللي يقهر. هي البدرية الفقيرة تتمنن عليك، هذه عمرها ما تمننت على حد ولا ضايقت أحد. إيه لها الحشيمة والمعزة والمدح، وأنا ولا كني بنيتك. وإحنا إيش سوينا فيك وإيش سوينا لها؟ لكن شو اقول، ما فيك زود على فيصلو. لا تقارنيني بحد. روحي هالفلوس وديها حق بنيتك. اذا انت ما تبينهم انا باخذهم. اي ناقصتك صحون ولا كفاش ولا جدور؟ مالك خص، على كيفي انا اللي باخذهم. موتي قهر. سامعه يا بدرية؟ بدرية وين رحتي؟ هاتش فلوسك، مو محتاجة لها. بدرية ردي عليه لا يموت، طاحت بلاعيم الريال. ايه ما تحاسب يا رفيق، شوي حاسب، جاتك نيلة ما تحاسبه. قويبة يقويك ويقويك معايا. ما تتصور يبا شقد فرحان بردتك. انا بعد يا حمد، بس تخوف شوي من المشاكل. انت ذكي طالع علي يا حمد. ايه يا حمد، ما تتصور ايش كثر تعبت يوم جبت امك هني، من الصبح لليل هواش وصراخ ومشاكل، حنه ورنه، امك من صوب وام فيصل من صوب. اقول يبا انت الحمد لله عندك كم بيت للاجار، اقول يعني ما فكرت تحط لنا بيت بروحنا؟ بلى فكرت، بس بعدين قلت ليش ما استفيد من الأجار بدل ما أصرف على بيتين، أصرف على بيت واحد. إي وانت صاجبة، وبعدين خلاص يعني أمي ومفيصل تعودوا على بعض. إيه بس المشكلة الأسبوع الجاي بتوصل فردوس، وأنا ما فيني شد على الحنة والرنة. اجتمع بالأسرة وتكلم معاهم. ده انت متفائل قوي. اكلمك جد يبا. وانا اتكلم جد بعد يا حمد، يعني تعتقد ممكن يسمعون كلامي ويبطلوا هواش ويفكونا من الحنة والرنة ويدوشوني؟ يمكن تكون في مشاكل في البداية، بس يا ليت يا يبا تواجهها وما تهرب مثل كل مرة. ايه اتهرب؟ انت شو تقول؟ يبا احنا محتاجين لك، اقعد معانا ولا تملل منا، لا تنسى يا يبا انك انت اللي مسؤول عنا وعن مشاكلنا. والله ما ادري شو اقول لك يا حمد، لكن تدري تطمن
طلبك ذيه غالي عندي وايد على عيني وعلى راسي. يلا يلا يا نورة يلا. ايش فيك؟ بعدني ما خلصت. ما يصير هالشكل. تدري اني انا بسافر، المفروض تجهزين اغراضك قبلها من فترة. انا مو بفاهمة، الطيارة بتطير الساعة 7 وتو الناس الحين الساعة 4. الله يسلمك، في جوازات، في جمارك، ما ادري شنو، لازم انا اروح المطار قبلها بفترة. زين يبا تو الناس. ما يصير تو الناس، مسكتني تو الناس تو الناس تو الناس. تدري اني انا بسافر وانك انت بتروحين البيت هلج، المفروض تجهزين اغراضك قبلها من فترة. خلاص روحي انت، انا ما عندي مشكلة، انا بتصل بامي ولا بخلي دراولي ياخذني. انت زعلتي؟ لا ليش ازعل، روح لا تطير عنك الطيارة. يا نورة يا حبيبتي، تعرفيني انا احب الدقة والنظام، هذا طبعي. والله روح لا ضيع الوقت، الله يحفظك. تبين شيء؟ لا سلامتك. الله يسلمك. انزين حبي لي الصغيرة. ها يلا مع السلامة، اول ما اوصل بتصل فيك. مع السلامة. انا واثق من نفسي، كلها كم من سنة وتشوف البنات يدورون رقم تلفوني علشان شنو؟ علشان يتصلون فيني ويبدون اعجابهم لي. عجيب، انا صار لي سنتين ولين الحين ما حد يعرفني. انت ما سألت نفسك ليش؟ سألت المخرجين وقالوا لي ان موهبتك متواضعة. قلت لهم ما تقصرون، المهم امثل وخلاص. والله كريم. انت عندك طموح بس دمك ثقيل وسلبي. بل 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 بل، ايش دعوة؟ عدوك انا. دعوة. لا تزعل لا تزعل لا تزعل من الصراحة يا جاسم، لكن ولا يهمك، كلها كم من سنة وصل أنا البطل، وأطرد لك هالعلي وأخذك معاي أنا البطل وأنت صديق البطل. يه، وعاد كل المسرحيات أمثل فيها دور صديقك؟ لا يعني مرة أخوي زين، ومرة أبوي، ومرة دريولنا، بس المهم معاي يعني ما يهمك. يا تسلم ما تقصر. جاسم أنت ما لاحظ شيء على الممثلة هدى؟ كانت تطالعني بإعجاب. لا ما لاحظت. قايل لك إنك سلبي. يه، أنت تكف على نفسك، البنت ولا مهتمة فيك. ما عليه، الأيام تثبت لك هالشيء. مقهورة مقهورة من أبوك وكبدة من طرة من فعالة، 15 سنة وأنا عايشة وياه في هذا البيت، عمره ما قال لي أشتري لك غرفة نوم جديدة. كبدي تكسر، السرير تفتش كله، حتى ما يقول لي ودي 5000، روح اشتري لك غرفة نوم جديدة. يمه خليك حقانية، أبوي صراحة ما يقصر عليك شيء، وخصوصا من ناحية المصروف لا يبخل عليك ولا على البيت. لا لا حبيبتي لا، لا تدافعين عن أبوك، مرته الجديدة شار لها عمارة 17 دور وكاتبها باسمها، يبي يأمن مستقبلها ومستقبل ولدها هالسبال هذا، وأنا أنا أم العيال برادير عيال جايبة منه ما كتب حتى باسم إسعفها. أخ عليك أم إسعف اللي بلطحين بإيدي. أخ مدام قاعد تكلمين كذي عن زوجته، أكيد للحين تحبين أبوي صح يما؟ أحبه موت موت أحبه. قالت عليك وعلى ابوك. حرام عليك امه، ليش كذي تقولين عن ابوي؟ بعدين ليش تحمقين علي؟ انا شكو ايش اسوي فيك؟ اقول لك كذي تردين علي كذي؟ وعيالي اغراضي استكاناتي دلالي كلهم رشحهم بالحوش، اكيد اكيد يبي يحط هني بهذا البيت، وتي حضرتها تفتكر البيت بيتها وتتحكم فينا. تجي الساعه انا ايش اسوي؟ وين اطق براسي؟ وين اروح لمنو اشتكي؟ هلا هلا يبا هلا، حيا الله الغالي. بس ما شر شفيك؟ شفيني؟ انت هيبة صرت هالايام تشرد من البيت، تشتغل ليل ونهار حتى ما ترد البيت وتقعد وتسولف وياي. ايش بلاك يا احمد؟ ما علينا، تكلم في البيت. هلا انا شفت يالس اقول من شوي،
ترد رصاص الليالي وتحط راسك وتنبت وتقوم الصبح تتجاوز شغلك، وانا ما اشوفك. ايش في خاطرك يا حمد؟ ابدي والله سلامتك. انت غيرت رايك عن عمك؟ ايش تقول يا ابو؟ انا غير رايي عن بدريه؟ لا يا ابو لا، انا ما افكر الا في بدريه. انا لا يمكن اتزوج غير بدريه. حل حل، ليش ما تبينا نملك عليكم تتزوجون؟ ظروف. هي ظروف هذه؟ هي ظروف ذي؟ اسمع، أنا جايك هني وماني طالع من عندك إلا أول تقول لي شو السالفة. حطي على طاولة الفي. منو مسوي العشاء؟ بدرية. شيلي شيلي يلا يلا، شو نسوي البدرة يلا. ممكن اعرف انت ليش شايله هالكثر على بدريه؟ سوت لك حرام عليك حصه. بدريه لا غلطت عليك ولا سوت فيك شيء. وبعد ايش عندك؟ ما عندي شيء. ممكن تروحين تشوفين ضيوفك؟ ابي انام ما ابي اشوف احد. يلا عاد لا تقعدين تمثلين علينا دور الضحيه المسكينه تطلعين فيها. قومي بس ايش مصاخه. عمي ارجوك لا تقول لها شيء. حصه اذا جات الحين وشافتني قاعده معاك بتفتكر اني قاعده اقول لك شيء وبتكرهني اكثر. لا لا يا ابوي، لازم حد كبير يكلمها وفهمها. لحن ياهل ما تعرف شو تقول شو تسوي، وانتو مكبرين السالفة. يا عمي حصة في سن خطرة وأنا خايفة عليها، وترى البنات اللي في مثل سنها يكونون حساسات وأقل كلمة ممكن تجرح شعورهم. شوفي عاد، حاولي تقنعيني بكل شيء إلا سالفة تأجيل زواجكم على سبة إحساس حصة ما أدري شنو. وبعدين تبين الصج؟ إذا شافتكم تسوون كذي بتزيد وبتحس صدق انكم ظالمينها وماكلين حقها. انزين عمي ما يخالف، علشان خاطري نصبر كم من يوم بس واللي سلمك، وعشان خاطري عندك لا تفتح السالفه هذه معاها اطلاقا. السلام. عليكم السلام. هوا بنت اخوي. اي لسه. شوف عمي، انت عمرك ما جيت وسالت عني انا بالذات، وما دام جيت هالمره فاكيد عشان موضوع سخيف انا ما يهمني. موضوع سخيف ما يهمك؟ اي نعم ما يهمني، لاني انا اكبر من هالتوافه هذه. صاروا توافه بعد؟ تبي شيء ثاني ولا روح غرفتي؟ لا لا يا بنت اخوي سلامتك، ريحتيني. توكلي على الله، والاسبوع الجاي ان شاء الله بنملك على بدريه. عمي معاه حق، حصه انانيه وطبعها غريب، واللي يحاول يعتذر منها او يسترضيها تغلط اكثر. احمد يحبك من زمان يا بدريه، وانت تبادلينا نفس الشعور. حرام تضحين بهالحب علشان زواج حصه. ما أبيها تكرهني. تصوري أختي اللي شلتها على كتفي ولعبتها ونيمتها في حضني تكبر وتكرهني، شلون أتجاهل كراهيتها؟ شلون تبوني أرتاح وحصة حاسة أني أنا ما أخذ شيء منها؟ بتكبر وبتفهم الغلط، وبعدين بتعرف أنها هي استسلمت لأوهام وخلتها حقيقة. وجودك معي ضروري في البيت وايد يا نورة، صدقيني لو لا كان ما سولفت ولا حتى ضحكت. الله يهدي، صلي على النبي، صار الاسبوع عندكم ما قد شفتش تضحكين. وشلون تبيني اضحك يعني؟ يلا راويني شلون تضحكين. عاد على شنو؟ اقول لك نكته؟ قولي نكته. انزين يلا. في مره واحده دمها ثقيل وايد، وعندها اختش حالاتها دمها خفيف. والله العظيم ايش فيك؟ الو، اهلا خالد. اي موجوده نوره.
اي دقيقة لحظة خالد. الو قوة. هلا خالد، الحمد لله احنا بخير. ها متى بترد؟ ليش؟ انزين انزين، يلا مع السلامة. خير ان شاء الله؟ صاير ما في شيء، يقول بتاخر لانه ما لقى حد. انا مش فاهم انتوا عاوزين مني ايه. ما تقوليش اتكلم قطري. انا حر اتكلم زي ما انا عاوز وبالطريقه اللي تعجبني. قلتولي بلاش سفر، اديني اتنيلت على عيني وقعدت وما سافرتش وبعدت اجيب الوليه. عاوزين مني اكتر من كده ايه؟ طب والله عليك من عليه تقص. ها؟ ما تقول انت من عليه تقص؟ تقص على نفسك، تقص علي انا، من عليه تقص؟ انت قعدت؟ ما اقول لك انا قعدت، تنيلت وقعدت لك، ايش سويت؟ ما سويت شيء، اللهم الا انك بنيت حجره لك وحق زوجتك، هاي كل اللي سويته. طيب عاوز مني ايه؟ انا مش عاوز، انا ما ابي منك شيء يا اخوي يا حبيبي. عيالك يبون، بيتك يبي، هلك يبون. قول لي بالله عليك سويت انت في سالفه فيصل؟ هذا هو لين الحين يلوي ويحوط من مكان لمكان مع ربعه وما يروح المدرسه. اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ مش عاوز يكمل تعليم، اعمل له ايه؟ اضربه وهو راجل شحت. يا سلام. لا 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 تعمل ليش؟ خله خلي يا ابوي، خلي ولي، خلي يلوث ويضيع. والهنت مع حريمك يا الحبيب. اوف اوف، ما احب الدراسه، ما اطيق. انا لو اتم 100 سنه ما انجح. انا جايب مستقبلي في التمثيل. فيصلو فيصلو، لا تجنني، لا تذبحني، ما حد يعيش على هواي. يا يبا انا احب التمثيل وانا احب الكرم، ولو تفرغت للكرم كان الحين مت من اليوع. اسمع اسمع يا فيصلو، حط عقلك في راسك، تعرف خلاصك وشوف لك شهادة تنفعك. إياه أكانت ما عندك شهادة وما عليك قصور؟ إيه قبل قب بقى، أنا حاجة تانية. أنا ما لقيت أحد يضغط علي ويقول لي ادرس، ما لقيت أحد يفهمني وعلمني أهمية الشهادة. وثانيا انا ما قعدت في البيت طرطنقي وقلت تعالوا صرفوا علي علشان عندي هوايه وبتفرغ لها. لا، انا ركضت واشتغلت، شريت اراضي، بنيت وبعت. يبقى تصدق انت والله قصه كفاحك تصلح مسرحيه. ايش رايك تكتبها شيء في ملخص واعرضها على مخرجنا؟ اسمع يا فيصلو. نعم. الكلام اللي قلته مش هعيده تاني. يا ترجع دراستك يا تشتغل. وإذا ما درست ولا اشتغلت؟ تاخد هدومك وتروح المارسح، يعني تتفرغ له على طول. أنا ما احبش واحد تنبل عندي في البيت هنا. أنت إيش قلت له؟ إيش قلت له؟ أنا يا هبك واسطة علشان تقنعينه ويعطيني مفتاح السيارة. اكو يهددني بيقطع الفلوس عني. ليش صرخت كذا في وجهي؟ ليش صرخت؟ ما تستحي انت. انا كلمته هو عارض. ايش تبيني اسوي لك اكثر من كذي؟ ما تقول ايش تبيني اسوي؟ هو انا مختار فيش بعد وجايبك واسطة. فيصلو فيصلو عن الغلط. يلا الغلط اللي ولدي تسويه على مرته وولدي اللي هناك ما يقصر عليهم، وعلى فيصل المسكين يقصر عليه. حط دوبه ودوبي خلاص، يعني ما وراه الا فيصل. يا يبا يا يبا، ابوك يبي مصلحتك، ايش فيك انت كذي؟ ايه مصلحتي، مصلحتي اني انا اتغربل من تكسي الى تكسي، مصلحتي اني انا امشي مع الريايل ومخباي خالي، مصلحتي انه يروح المسرح ويقول حق الخمه اللي هناك اطردوه من عندكم. خلاص يا يبا خلاص، واللي يرحم والديك خلاص. شنو خلاص؟ انا بكلمه مره ثانيه. زين بس انت اصبر كم من يوم لين اخلص موضوع اختك. اي خد دكتور، your father is outside. Okay, let him come. Excuse me, is there any patient outside? No, doctor. Okay, thank you. هلا. هلا. كيف حالك؟ عقوب؟ يا ابوك ترى
ما في داعي تاخذ شغل غيرك عشان تلهي عن اللي في راسك. انا حاجيت بدريه واقتنعت بكلامي خلاص. صدقيبه؟ توني جاي من عند ابوها باكر الملكه. عاد لا تغرفين الودام كله، ترى في ناس بعدهم ما تغدوا. تشبي تشبت ان شاء الله يا جنيت الحي، كل ما كلمت قلت لي تشب تشب. تشب انا لما اشك حلجك بهالقفاش هاي عقب تهدبين. يما يما تشب تشب وتشبي تشبت ان شاء الله. يما الدخبه يما صدق يا بدريه بتاخذ ولد اخو ابوي؟ بتاخذ ولد عمك. بشور من؟ استخفيت انت استخفيت. اي والله بشور من؟ البنيه مو هبه صغيره وانا وابوها موافقين، انت ايش عندك؟ انا مو هبه موافق انا. بدريه الغاليه تاخذ هذا اللي ما يسوى ظفر من اظافرها؟ روح بالله عليك استخفيت انت، وين راحت هذه مساري هذه؟ انا بكلم ابوي وبكلمها ولا يمكن الناسبه. لا والله. اي نعم، احمدوا هذا الخايس هذا مغرور يمشي والخشم فوق هنا عليانا عاد. يمشي حداي يشوفني كني حشره قدامه. ما سمعت انت مركز الشرطه شو يقول لي؟ يقول لي فيصل بس لك مشاكل، ترى بس تعمل معك طريقه ما تعجبك. والله العظيم لا مو هب ابوي ان بخيت ابوك ساعه خم ما نزل الارض ارقع وجهه. لا عاد انت وايد تحشم من ابوك ولا غيره؟ والله صادق احمد انك انت صاحب مشاكل، بس يا يمه ما قال لك شنو هي الطريقه اللي بيستخدمها وياك؟ ليش ليش يعني ليش؟ يمه علشان انا بعد استخدمها علشان يمكن تصير عدل. يمه ريسكا؟ نعم. ودي لي اياها برا خلت تلعب في الحديقه. يلا نلعب بالحديقه. يلا باي باي. هلي السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا نوره؟ كويسه يا بابا. يا سلام، ده انت مش سهله. اخبارك اخبار جوزك؟ والله ما ادري عنه يبا، كل يومين يتصل ويقول ماكو حد. يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. الحمد لله والشكر، الاعتراف بالحق فضيلة. سمعي عاد انتي يا ام المواعين، انا اليوم عندي كلام بدي اقوله. قوله. ومن امي ودك؟ تعالوا تعالوا يا اولاد اقعدوا اقعدوا واستمعوا حق كلامي. هاي با بتخطب؟ كان زين. ايوه بتخطب فينا مو تخطب حق الزواج. ومن تحاكين مخ ماميش. انت شنو يا بيقول؟ قولي قولي. ها فضحتي ريالش كبره. قول مو قولي. شب شب. والله ان قلتي لي شب مره ثانيه لاخذ الابره هذه واخيط حلجك فيها. استحي على وجهك فضحتني. اوه بس عاد ايش فيكم انتوا؟ بس انا علشان هالسبب مجتمع فيكم. يبا احنا مجتمعين قبل لا تيجي. ايه ايه صح، احنا قصدي انت مجتمعين وجاهزين وانا انتهزت هذه الفرصة علشان اقول لكم كلمة. خير يبا قول شو عندك. فردوس بتوصل بكرة. نحمي الطيران ولا نيبب؟ لا يبا لا تحمين الطيران ولا تيببين، ابيك بس تكسرين الشر وتتصالحين مع فاطمة وتكون علاقتكم مع فردوس زينة. انت الهين جاي عقب 15 سنة ما تبي نسوي مشاكل؟ روحي يبا روحي، انت ما يهمك مصلحتنا، انا اعرفك زين، انت يهمك مصلحتك ومصلحة فردوس بس.
بدريه ممكن تسمعيني عدل بدريه؟ تفضل اقعد، ليش واقف؟ لا لا انا انتي ناسيه بدريه. اوه هي لحظه. ما ادري ايش في هالايام كلها انسى. تفضل. لا 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 هذه معاهم هم ما تغلى عليك، تفضل. لا لا انا مو جاي علشان الفلوس بدريه، انا جاي افهمك. ايش تفهمني؟ اقول يعني انا قصدي اوضح لك. يتفضل قول. بدريه انا اخوك الكبير، شلون يعني بتصرفين من غير ما تشاوريني؟ يعني تصرفت سويت عمل لف والدوره، انت فاهمه قصدي عدل. انا ما ابو موافق تتزوجين احمدو الخايس. وليش ما توافق؟ ما يستاهل، ويهم مو بيهم ناسب. فيصل عن الغلط، ولا تنسى انه هو خطيبي وولد عمي. ولد عمك على عيني وراسي، خطيبك يخسر له حريمة بوزه. ليش ايش فيه؟ احمد دكتور وانسان مهذب ووايد بنات يتمنونه. خلي عنك عاد الخرابيط اللي ما لها معنى. خرابيط؟ الله يسامحك. بدريه احمد هذي وايد شايف نفسه ومغرور وما يسوى بيزه. بس انت في قرارة نفسك تقول غير هالكلام، وانت هالحكي هذا مو مقتنع فيه. مقتنع فيه ونص. انا ريال واعرف الريايين العدل. احمد ذي منفوق على الفاضي مثل الطبو. لهالدرجة تكرهه؟ ولا يهمني، بس انت يتهميني. انا مو هب موافق. بس انا موافقة وابوي موافق. ابوك موافق؟ ابوك ضيف يروح ويجي ولا يدري عن شيء، ولا يدري عن البيت ولا هذا البيت. يا فيصل، فيصل يا حبيبي انا عارفة انك تحبني وتخاف علي. وانت فكرتك عن احمد ترى غلط، واذا كان هو قال لك كلمه مني ولا مني خلى انه هو يحبك ويخاف عليك. لا تقنعيني بالكلام اللي ما له معنى. ما بيحبني ولا انا بياهل عشان يخاف علي. سمعي انا ذي ما بعجبني، ولا يمكن تتزوجينه ولو على قص رقبتي. تبع بقلبي عيونه على ذرايه. هاي يا يمه لقيتي شيء؟ صدقيني يدتي لقيت صيبانه ويا امها. وابوهم وين؟ يدتي نعمه المنطقه اللي عندك ما تساعد، جرداء قاحله. هاي على ايام زمان يا يمه، هاي على ايام زمان الوحده فينا تستانس اللي لقت حد يفليها. ها ولقت وحده من هالمتار ولا خمس ولا ست. ايه ايام الله يعودها ايام. جدتي ايه اضحك يا يمه اضحك، ايش في هالدنيا؟ عاد صدق لقيتي شيء؟ لا يدتي تغشمر وياك، طلع شعرك شحلات الزينه. ويه يا شين قشمرتك هالشينه هذه. بعدين تعالي ورا ما تقصصين هالاظافر هاي كلهم شلالي بطتي مخي. ولا يهمك علشان خاطرك انت يا يدتي انا بقص باكر. لا 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 يا عيوني انا باكر بحولك وراي عبس. هاي يدتي ردينا على طير يلي. انت مو ذيك المره تقولين ما بروح مكان بروحي، ايش اللي غيرك؟ ويييي العمارة بيد الله يا يمه، العمارة بيد الله، بعد ايش حق احبس عمري؟ لا يا يمه اموت وانا مستانسه ولا اموت وانا في ضيق هني. ايش دعوه يدتي؟ احنا حواليك اللي مضايقك؟ وبره صدق البيت متروس ناس، لكن يا يمه وين الاناسه؟ وين الضحك؟ وين القشمره؟ كلهم في راس الثاني. ها شنكم دياج الله يهداهم. بس ايش حاجه يا يمه انا اروح استانس ابركلي؟ احنا ضحكه مثل الاوادم في هالبيت ما نسمعها، كله هواش ولجره وضارب ومضارب وحنه. يا يدتي في هذا معاك حق، ما ادري ايش صار لنا. بالاول كنت استانس لما اي بيتكم، والحين اعد الساعات متى يجي خالد عشان ياخذني وافتك من هالمشاكل اللي في البيت. يا يبا بس انت قولي شو اسوي؟ شنو الحل؟ مرة تقولي حصة، مرة تقولي فيصل. والله اخاف بكرة تقول لك فاطمة ما هي براضية. بعد اي فاطمة اللي طلعت لنا دي؟ شلون بعد اي فاطمة؟ مرت عمك الهندية؟ يا ابوك ايش عليك؟ خذ الدنيا بسعة صدر يا ابوك يا. اي والله يا يوبا ايش مرانا؟ مثل ما قلت. بس الصراحة بدرية ما عندها سالفة. يا
الحين هي موافقة وابوها موافق، ايش عليها من هالاهل وهذن؟ الله يهداك بس ايوه، انت غشيم في بدرية. ايما بدرية شايلة مسؤوليتهم، وعمي من طيارة لطيارة، ومرت عمي الله يهداها حاطة حرتها في الاعراس وفي المواعين، ونورة تزوجت وشالت يدها من كل شيء. اي ما يحبون سعادت، لو يحبون سعادتك ما وقفوا في طريقها. لكن اعرفهم، انا اعرفهم حصوه في صلاح، اعرفهم خبز يدي هذولين طالعين على ابوهم، الواحد فيهم يا الله نفسي ما عليهم من احد. ايه صدقني يا يوبا، بدريه انسانه نبيله، انسانه نادره الوجود، بس يا يوبا مو معقوله تضحي بسعادتنا علشان اخوانها كارهين لها السعاده. عاد انا اقول لك يا ابوك ما عليك منها ولا عليك منهم. تبي صج؟ انا اتفقت ويا اخوي يعقوب نملك بكم هالخميس ونحط الكل امام الامر الواقع، واللي ما هو بعاجبه يضرب راسه في اكبر طوفه. يمه خالتي فيصل يا اهل البيت، يمه وينهم راحوا؟ يمه يا جماعه حمد وصل، وينكم؟ ايه من مساعة صوت عليكم؟ جيت ماما، تعالي تعالي، وينكم يا جماعة؟ تعالوا محمد وصل ويايبكم خشي، تعالوا تعالوا. وينهم؟ ها جبتهم؟ ايه جبتهم يا مرت ابوي. يلا اشتنطر، ها طلع. صبر 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 يا جيمة. شنو يا جيمة يا علة النفاد؟ ايهم؟ انا ما ولا شيء. تبي جسم وما ما فيه؟ ربي لك الحمد والشكر. اي جسم شنو؟ خيشة طحين ولا ايش؟ يا جماعة صلوا على النبي، ما هو وقت الحين. اوه هات يا مرتبوي تفضلي، هذه لك وهذه الوالدة لك. لا 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 سو بدلي، انا ابي اخضر. ما عندهم يما اخضر؟ سلمى ما يمكن فيه؟ لا يقولك في الدوحة بعد ما نزل الاخضر، لكن فكر اللي هناك هي نزل. يا مرتبو يلا هداك يا خالتي، صلي على النبي زين. شوفي شوفي برويج، من هني تشغلينه وتبندينه، ومن هني تحطينه على الهزاز يهتز البليب، وتشوفي الارقام مكتوبه هني لازم تحفظينها ترى. زين يلا يلا عيل، روح روح دق علي، روح روح. اي ماما وانا بعد اتصل فيكم. دق دق على بليبي. انا ان شاء الله يلا سرعه. مارن صبري عاد صح. عاد لحظه عاد انت يلا هداك احمد اصبري شوي. ها بدريه تعالي تعالي شوفي منو دق علي. حمد ما يصير. لا تشغلي نفسك فيني، انا اعرف شلون اتصرف. تتصرفين بشنو بالضبط؟ في كل المشاكل اللي تواجهني. اي مشاكل؟ انت ما عندك اي مشكله، المساله ببساطه ممكن نقول عنها سوء فهم لا اكثر. انت تصورتي اهتمام احمد دليل حب، لانك صغيره قمتي ما تعرفين تميزين بين الحب والإعجاب. لا تقولين صغيرة، لو كنت كبيرة كان ما حقدتي على أختك بدرية وما تعمدت أن تستحرجينها بعد كل اللي سويته علشانك. وإيش اللي سويته علشاني؟ أنا يوم كنت صغيرة حبيبتي ما حد جبرها ولا فرض عليها هالشي، هي اللي كانت مستمتعة بدور الأم أو كانت تتسلى. أنت شلون تفسرين عطائها وتضحيتها بأنه لعب وتسلية؟ عطاءات وتضحيات حبيبتي، اي عطاء واي تضحيه لا يكون ايه الام تريزه واحنا ما ندري. لو كنتي مصره انك تتكلمين بهالوقاحه وبهالاسلوب احسن اني اقوم. وعلى طريقك ابيش تبلغين الانسه اختك العظيمه ان هالزواج لا يمكن يتم. اي على حظي، اي على حظي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا يعقوب. هاي آخرة العمر اللي عشت وياه، ليتني تم في هيدي ربان احسن لي. اي والله كان افتكيت منك. ايه ايش فيكم؟ ايش عندكم؟ ايش عندنا بعد؟ يقولك ما توصل عقب باكر، وبيهطها في جبلتنا، حطها الله في ضيق. حطك الله في ضيق؟ الا انت اللي ما تستحين ولا تخيلين. انتم ما تقولين ايش عندكم متخاذلين عليه؟ يا ناس يا ناس حرام عليكم، نحن بعد بني ادمين لحم ودم، انا اشوفني بموت قهر جبدي بتنبط. وش منها؟ بتشعبك بتنبط يا مرت ولدي. انا بعد مقهوره من ولد مال انتي، ما شفتي شلوني فرحان ويصفر ويغني لان مرت بيجي. ايه انتم مقهورين لان فرحان،
ولأن بعد بيجلس معانا هني في البيت. وش سالفة قعدته ويانا؟ يجيب هذه العلة ويحطها على جبودنا. الحمد لله رب العالمين. انت عاد خلاص خلصت يا ام فيصل، هركب رعقيل وراح عنك ملك الحمد والشكر. في ذمتك حد يكره ان ابو عياله يكون موجود هني معاه في البيت؟ عيالك يا يمه محتاجين تربيه، محتاجين حد يردهم. عيالك كبروا ومو محتاجين له. اي وانا همد الحين في الثاني ثانوي ان شاء الله بيكلس بعدين وبيسافر برا. زين والزبده يا شمسوه ويا فطوم؟ كله يسافر، تعودنا على سفره. ايه بعد هو تعود على اهمالكم له، هو اللي بدا. ايه صج هو اللي بدا، لكن ولا واحده منكم قدرت ترد حق بيته وعقله وعياله. ايش حق عيد في كلام عتيج ما له معنى. لكن الكلام الجديد اللي ابيكم تسمعونه الحين، مثل ما انتم تحبون عيالكم يكونون حواليكم، انا بعد احب عيالي يكونون حوالي. جاهزين شباب؟ يلا بروبه. اي بس استاذ فيصل لحم ويا. ايش سالفه كل يوم تاخر هذه؟ طيب نسوي الفصل الاول بدل ما نتعطل، وفيصل ما له دور فيه. لا من الافضل اسحب منه الدور واريح اعصابي من الازعاج اليومي. ما في داعي يا استاذ، فيصل عنده الموهبه ويحب المسرح، وانا من رايي اذا يا تاخذه على جنب وتساله عن سبب التاخير. جايز له ظروف خاصه احنا ما ندري عنها. فعلا معاه حق، ننطر شوي. مو معقوله كل يوم نتعطل، مو معقوله يا جماعه الخير. هذا متى بيتعلم الالتزام؟ ما بقى شيء على العرض. هذا مو شغل، هذا مهزله وقلة احترام لنا وللعمل. لو مسبك خمس دقايق كان سمعت حكي وكلام والعقار على وصوله. علي طاح فيك طيحه وقال سحب الدور منه، ذي ما يعرف يمثل ولا يعرف كوعه من بوعه. علوي قال كذي؟ ايه عاد لا تصير بينون ياها وتخرب على نفسك وعلي. ايه وكلهم بيدرون اني انا اللي قايل لك، وهالشيء مو في مصلحتك. ايه وبعدين مو بقايلين شيء قدامي. وبعدين مع هالتعبان ذي ايش فاكر نفسه، محمود ياسين ولا امين رزق؟ امين رزق مع الضحكة يا الخايس. أمين الرصعد قول نجاح الموجي، ياسين بقوش معلمتي، أمين الرصعد والله. بس هذا مخرجنا وصل. بس نعم استاذ. جميت ليش ما في بروفة اليوم؟ اسمع يا فيصل. أنا ما عندي كلام أضيع معاك، وإذا أنت ملتزم ففي بديل بدالك. هذه كلامك ولا كلام؟ الله يسامحك. لا ترمي أخطائك على غيرك، أنا اللي أتكلم وأنا اللي أقرر، حرصاً على العمل على المشتغلين فيه. أرجوك يا أستاذ ما في داعي نضيع الوقت، أعتقد أن الأخ فيصل ما راح يكرر هالتأخير. أنا والله ودي أسمعها منه. خلاص أنا حاضر وأنا جاهز. يلا شباب بروبة. شفت شلون دافعت عني؟ أقول لك تموت فيني.